البحرين ليست بلدا حرة، هذا ما خلص له تقرير منظمة فريدوم هاوس السنوي حول الحريات في العالم. فالبحرين حازت على مراتب متدنية في مؤشرات المنظمة المختلفة للحريات، ونالت البحرين 6.5 وفقا للمؤشر الذي يمنح الرقم 7 لأسوأ دولة في العالم. فكانت البحرين في طليعة البلدان الأقل حرية في العالم. المنظمة أشارت إلى الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، حيث ملاحقة الناشطين على خلفية التعبير عن آرائهم، ومنهم المصور أحمد الموسوي والصحفي محمود الجزيري. وأما بشأن الحريات السياسية، فتطرق التقرير إلى الضغوطات التي تعرضت لها الجمعيات السياسية إثر مقاطعتها لانتخابات العام 2014، ومنها حل جمعية الوفاق وإغلاق مقرها وحكم السجن الذي صدر بحق زعيمها الشيخ علي سلمان على خلفية خطابات له. سنلاحقكم لأنكم ارتكبتم ما تستحقون الملاحقة عليه هنا وخارج البحرين. التقرير لم يغفل الإشارة إلى الحريات الدينية، حيث بيّن المضايقات التي يتعرض لها الشيعة في ممارسة عقائدهم وخاصة في موسم عاشوراء، حيث الاعتداء على مظاهر العزاء الحسيني التي اعتاد الشيعة على إقامتها منذ قرون. وبشأن المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، أشار التقرير إلى حالة الحقوق البحريني نبيل رجب الذي يواجه أحكاما بالسجن لمدة 15 عاما على خلفيات تغريدات له انتقد خلالها ممارسات التعذيب في المعتقلات الخليفية. وهكذا تحولت البحرين في ظل حكم عائلة آل خليفة إلى سجن كبير لأبناء البلد الأصليين. وأما السجانين فمرتزقة مستوردون يأتمرون بأوامر أسيادهم الخليفيين الذين حولوهم إلى عبيد لهم.